وزير الدفاع السعودية يدشن سفينة جلالة الملك جازان. تفاصيل الخبر، أهلا بكم. رعى الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع في قاعدة الملك فيصل البحرية بالأسطول الغربي بمحافظة جدة حفل تدشين سفينة جلالة الملك جازان، رابع سفن مشروع الثروات وأول سفينة في المشروع يستكمل بناء منظوماتها وتنفذ اختبارات القبول لها على الأراضي والمياه السعودية. وكان في استقبال سموه لدى وصوله قاعدة الملك فيصل البحرية رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن فياض بن حامد الرويلي، ورئيس أركان القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبد الله الغفيلي. وفور وصول وزير الدفاع مقر الحفل عزف السلام الملكي، ثم بدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم. وأوضح رئيس أركان القوات البحرية أنه جرى توطين القدرات الدفاعية لسفينة جلالة الملك جازان وإجراء اختبارات القبول لمنظومتها بشكل كامل على الأراضي والمياه السعودية، بما في ذلك تجارب الرماية الحية لمختلف الأهداف الجوية والسطحية، وذلك في تجسيد فعلي وواقعي لرؤية المملكة 2030. وأشار إلى أن سفن مشروع الثروات تعد الأحدث من طرازها في العالم ومزودة بأول نظام سعودي لإدارة المعركة تحت اسم حزم والمطور بأيد وطنية،